أجمل شيء في العالم هي الأم، كف الوالدة، هذا أجمل شيء. أصلا الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان، الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان، كل الأمور مصائبها تعوض، حتى الأخ حتى الابن إلا الأم لا تعوض أبدا. كل الناس بمجرد أن تشكو لهم ما ينتابك، مجرد أن تذهب ينسى القوم إلا الأم، تذهب في الثلث الآخر تتوضأ وتسجد وتدعو لك بالتوفيق، ولا وفي الصباح تسأل عنك ماذا جرى معك. لا أحد في العالم يكترث بك كأمك، استحالة. لهذا إذا كانت أمك ما زالت حية فاغتنمها، فهي منجم من الحنان والعطف والبركة ومنجم دعاء. كل العالم تقول له أدعو لي لا تنساني في ظهر الغيب، حتى إذا ذهبت أنت لمكة ابنك تقول له يا بني لا تنساني من دعائك، إلا الأم لا توصي.